فإذا تأملت في النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى إليك، فلا شك أن قلبك يتعشق هذا الإله ويتعلق به، ومن ثم تتساقط محبة الأغيار كلهم، وتصبح ذيلا من الذيول. أما المحبة الحقيقية فتكون لهذا الإله الذي هو مصدر الجمال، إن كان قلبك يهوى الجمال، والذي هو مصدر الإحسان إن كنت تتعشق المحسنين إليك، وإن كنت تؤخذ بالعظمة التي تبهر البصائر، فهل في الكون عظيم أعظم من الله سبحانه وتعالى؟